ننتقل إلى الحديث التالي. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة. نعم، لما الرواة يذكرون في السفر الحج والعمرة والجهاد؟ الجواب لأن هذا أكثر سفر النبي صلى الله عليه وسلم، فسفره صلى الله عليه وسلم كان إما لجهاد أو حج أو عمرة، سفر طاعات، ولا يعرف عنه صلى الله عليه وسلم سفر تنزه. لما؟ العمر قصير لا يحتمل سفر تنزه. نعم، كان الصحابة يسافرون سفر عمل، فاسأل نفسك لما تسافر؟ والسفر إذا لم يكن لسبب فهناك تظهر إشكالات. ما هي هذه الإشكالات؟ واحد أنه واحد هو مظنة الوقوع في الفتن، لأن السفر أماكن غفلة، وكثير ممن هم يستقبلون المسافرين يعدون لهم الكمائن والفتن. اثنين أن هذا مدعاة إلى التقصير في تربية الأولاد، ولذا قلنا السفر التنزه لابد أن تكون معك زوجتك. نحن لا نحرم، لكن هناك تبعات. لا نحرم سفر التنزه، لكن هناك تبعات. فالشرط الأول أن لا يكون هناك مظنة الفتن في المكان الذي تذهب إليه. اثنين أن تكون معك الزوجة، فبإذن الله تحميك من الشهوات. ثلاث أن السفر مظنة الغفلة عن ذكر الله، فإذا أنت مطالب أيضا بالمواظبة على ذكر الله عز وجل. أربعة السفر مظنة الإنفاق الأموال، والعبد يسأل يوم القيامة عن ماله فيما أنفقه. يا جماعة، بعض الناس رحلة تسوق إلى بريطانيا بتكلفهم 10,000 دينار، 10,000 دينار تسوق، وبعضهم 100,000 دينار، يعني أرقام عالية جدا. الحذاء الفلاني ب2,000 دينار، الجاكيت الفلاني ب700 دينار. أرقام نسمع وقد سمعنا من ثقات، ربما لم نصدق لو نحن، لكنها من ثقات. فإذا تنبهوا، هذا السفر لغير حاجة إنفاق، والإنسان يسأل عن ماله فيما أنفقه. الله أعطاك المال واسترعاك عليه، فلا بد أن يكون في مكان في أجر وثواب، وليس مضيعة أموال. إذا تنبهوا إلى هذه الأشياء. سفر النبي صلى الله عليه وسلم كان لحج، كان لعمرة، كان لجهاد، والصحابة سافروا للتجارة. نعم، نسمع. كلما أوفى على ثنية أو فتفد كبر ثلاثة ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم، إذن هناك ذكر الله وهناك أذكار وردت، فلو حفظت مثل هذه الأذكار لكان خيرا.